السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين، نتمنىكم تكونوا بالصحه وبالعافيه ان شاء الله وفي احسن الاحوال. خوتي المغاربه داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، كاين ناس على برا متبعيني وكيتفرجوا فيا، الله يسهل عليهم يا ربي ويعطيهم ما بغاو في خاطرهم، ويا ربي دير لنا شي حل ودير لنا شي تاويل ديال الخير. راه حنا زعما الله اللي مطالع بينا، قسما بالله الله اللي مطالع بالمواطنين وبالاخص الناس اللي ما خدامينش والناس اللي جالسين. اللي خدام يحس باللي ما خدامش، يحسوا بخوتكم، شي يحس بشد وكل شي غلا. يعني شحال من حاجه بغيتي تشريها ما كتقدريش تشريها وانت ما عندكش، يعني ما خدامش تي الله مقازيه مع الوقت. القرعه ديال الزيت غلات لدرجه انا والله القرعه ديال الزيت وليت من بقيت ندير لا مسمني ولا بطبوط ولا حتى شي حاجه اللي تقلي فيها الزيت ولا بطاطا نقليها ولا والو. ديك القرعه ديال الزيت كنشريها كنحافظ عليها باش يلاه يلاه ندير لنا شويه في الطاجين. الشعريه تزادت، السميد تزاد، شحال من حاجه ما بقيتش قادر نشريو. راه حنا ما خدامين ما ردامين، وشحنا غنفخون في الجمر والجمر طافي. قال لك النفس، شحال من تقول لك ديري النفس، وحنا فينا النفس؟ وراه اللي فيه النفس يعيش، ومول هادي ومول اختي النفس راه في الرابوز وعاخاش راسو في العافيه. واحد عنده ماندا وعنده خلصه والناس يعني خدام، الله يكمل عليه بخير، حنا ماشي حسدنا ولا شي حاجه، عنده من يصرف. واحد راه ما عندوش، هذا العام راه عيان، راه المرض عامين وحنا فيه، وحنا زاقي الحركه مقرضه. راه انا كنت محركه كنراوج غير بالبيع والشراء بحوايجات، هزت انا راسي وهز عائلتي. ودابا راه حنا ما تلينا فين تحرك والو، بغيتي تجيب حوايجات راه مباركين، شكون غيشري من عندك؟ شكون غيقرب لك؟ شكون غيعطيك 100 درهم؟ بنادم راه مابقى صايبها الحركه، راه زاقي الخوت. انا اليوم بغيت نهضر على هاد بغيت ندير هاد الفيديو غير باش نهضر على هاد الاحتجاجات وعلى هاد الوقفه وعلى هاد الناس تفاهم ويقادوا الثمن ويخليو المغرب غادي زوين كما كان. وراه المغرب راه زوين، وراه الناس كتحب الناس، يعني بلادنا بلاد الراحه الصراحه مزيانه، ماشي غادي نكرب. ولكن راه هاد المرض مرت الناس، والعام ما 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 ما, ما دايرش، ما صابتش فيه الشتا، الله يرحمنا يا سيدي ربي. اللي بغى يبيع نعيجه مصايف فين يديها؟ اللي بغى شكون غيشريها من عنده؟ داك الاخر ما عنده ما يعطيها. اللي بغى يبيع بقره هكاك، البقره ولا دايره 20000، اللي كانت دايره 2 مليون، اش غيوكلوها؟ البلاطار 1000 ريال، الشمندر غلا والنخاله غلات، حتى شي حاجه ما بقات تباع ولا تشرى، كلشي خاص بالنسبه للبيع. المواطنين زعما اللي هما فين يبيعوا، اما بالنسبه للشراء كلشي غالي. يوم حنا ما مدخلينش الخوت باش نعيشوا، رمضان جاي حنوا فينا وشوفوا فينا ونقصوا علينا وقادوا علينا الثمن. راه حنا ما عندناش، راه الله اللي مطالع بينا، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالعباد. راه المواطن مضرر على الجهد. هذا الفيديو انا بغيت نديره من قلبي الخالص، حيت من انا مواطن وتا انا عندي الحق نظر وعندي الحق تا انا، راه ما كاينش من بيا، راه ما كاينش اللي كيعطيني تا تخبز هذيك الاخرى. لا ما خرجت ولا ما كافحت ولا ما هزيت ميك على ظهري وخرجت بعت وشريت وجبت من واحد 60 ربح وواحد 100 درهم ربح وواحد 2 درهم ربح، راه ما عنديش انا ريال باش نصرف. واش حنا اش غنديروا؟ نمشيو نطلبوا ولا نمشيو نشفروا؟ عاد نتوما ترتاحوا، راه حنا الله اللي مطالع بينا، حنوا فينا وشوفوا فينا وديروا بوجه الله، راه الله ما يبغيش هذا الشيء. نتعاونوا مع بعضياتنا ورخصوا شويه الاثمنه، راه حيت كاين اللي ما عندوش. انا كنهضر على الناس اللي ما عندهاش، على الناس الفقراء. اما واحد غاني وعنده الله يزيدو، حنا ما حسدناش الله يزيدو، ولكن حنا رانا زدراوش وعايشين في الحلال وكنبغيو ندوها بالحلال ونبغيو نجيبوها بالحلال. يعني ما حناش غادي نمشيو نشفروا ولا نمشيو نديروا شي حاجه اللي ما هياش، راه حنا بغينا زعما نخدموا على روسنا حنايا، نتحركوا دايرين حوايجات نبيعو ونشريو فيا ونتوفي على هذه تلقايا مزوره عند الوقت. تشري مع عندك بياسه وتخلصك، توقفي على هذه تشري مع عندك بياسه وتخلصك. يو درك راه واخا توقف عليها تقول لك الغالب، الله لا لا كلشي غالي والفلوس ما كاينش، ما عندي ما نبيع ولا ما نشري. داكشي علاش نحنوا في بعضياتنا ونعلو الشيطان ونستغفروا الله ونديروا غير في نفوسنا، نحنوا غير في نفوسنا. راه حيت اي حاجه دارها الانسان
فإلا وراه غيتحاسب ويتعاقب عليه. راه الله كل شيء كيشوف فيه، كل شيء راه مطالع به. واليوم الخوت خاصكم مكافحة في البادية، راه ما جيت نهضر الا ضررت بزاف، ما بقيت لا بعت ولا شريت، وراه مدار على الابواب، راه قريب الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ويا ربي تعاوننا فيه. راكم عارفين الخوت راه فين المصاريف، وانا راه ما عديش ثمن مدليتها يدري داك الاخر، ما عديش باش نصرف، راه انا باغا الحركه تحرك ليا شويه باش نبيع ونشري. الخوتي واخواتاتي غنطلبكم ونرغبكم الا ما تعاونوا مع خوتكم مكافحه في الباديه غير في هذه القناه اللي درت. راني تما تليتصدت في نعطي راسي، اش غنمشي؟ اش فين غنمشي يا خوتي؟ نمشي نصفر ما يعجبكمش الحال، نمشي نطلب نمد يدي ما يعجبكمش الحال، نمشي ندير شي حاجه مزيانه ما يعجبكمش الحال، وانا ما يعجبش الحال الله سبحانه وتعالى ما يعجبش الحال ما يرضيش عليا. بنادم ملي كتشوفو داخل سوق راسو وباغي يخدم على راسو وباغي يدير شي حاجه مزيانه الا عليكم ولا تعاونوا. انا كنبغي منكم خوتي المغاربه اللي كيحبوني ويبغوني حبا في الله، انا مسلمه ومواطنه وختكم في الاسلام، تعاونوا معايا بالابوني الله ييسر لكم. ما درت هذه القناه تضررت وتما بقيت فين نعطي راسي فين نزيد، والتجأت قلت ندير هذه القناه وندير بها فيديوهات ونوبه في العربيه ونوبه هنا ما يدعي عليه كتفين نصور لكم فيه وندوي معاكم، وتنتوما تجاوبوا معايا ولا بغى شي حاجه يكتبها لي في الكومونتير. راني ما كنقولش شي حاجه اللي هي خايبه ابدا، راه كنقول شي حاجه اللي هي مزيانه ليا وليكم الخوت. تعاونوا معايا بالمشاهده الله يسر لكم مصعب يا ربي، الله يحفظكم كما تحفظ اللسان بين السنان، والله يحفظكم الله يحفظكم من الهافات وشر المخلوقات. لا تحفظتوا من هادو الاحباب راه خير البركه من عند سيدي ربي. تعاونوا معايا بالمشاهده وبالابوني، شي تعليق زوين منكم الله يسهل عليكم، وديروا جيم خلاهم ولا ديز ديز دير جيم الله يسهل عليكم، الله يوفقكم في حياتكم يا خوتي المغاربه الله يوفقكم. انا اليوم يعني خدتكم مكافحه في الباديه مضروره بزاف، وما كاينش من بيا الله اللي مطالع بيا الخوت، وكاين اللي عارف هادشي وكاين اللي كيتفرج فيا وعارف ليش كنقول وعارف الظروف ديالي، ماشي ما عارفش، وكاين اللي ما عارفش صراحه مزيانه، كاين اللي عارف ظروفي كاين اللي ما عارفهاش. بالمختصر وبالمختصر انا كنبيع ونشري في حويجات، وراني دايره فيديوهات تفرجوا بالفيديوهات ديالي وكلشي تعرفوه وكلشي تفهموه. البيع والشراء زقه وقف على الاخر، والله حتى الحويجات راهم باقين كما هما. الا بعتي بياسه تبيعها غير بالكريدي، وايش اش كتشدي اش غتشدي باش غتصرفي بشحال من حاجه خاصه. الله يسهل عليكم الخوت والسلام عليكم، بغيت نكون خفيفه على قلبكم، شوفوا من حالي وتفرجوا فيا. ما بغيت منكم والو خوتي المغاربه، بغيت منكم على المشاهده والابوني تعاونوني الله يستر لكم. والله الا دروك هاني الشهر قريب يسالي 4000 ريال اللي نشارجي بها الشهر، راه ما كاينه في البسطام. حنا يلاه غادي تحركوا نبيعوا ولا بعنا شي حاجه، والعوين من عندكم وعلى الله سبحانه وتعالى، تا هو كنطلب منه يعاوني ان شاء الله ويوقف معايا ومعاكم ومع الجميع. الله ييسر لكم الامور وبالسلام عليكم اخوتي. تفرجوا في خدكم مكافحه في الباديه، شي حاجه ما مخبيه عليكم اللي كاين وراه كتشوفوه في الفيديو. ما نكذبوا ما نغشوا ما ننافقوا، بلا زواق بلا نيفه، حنا على طبيعتنا شعبيين عاديين. الوجه اللي عطانا سيدي ربي ها هويا عين بين خلاوه، ما حاجه ما مخبيه ولا مضرقه. السلام عليكم الله يعاونكم.